السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا بيكم مع درس جديد من دروس مادة العلوم. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الثاني اللي بنتكلم فيه عن النباتات. وأول سؤال النهاردة بيقابلنا هو كيف تصنف النباتات؟ يعني بنقسمها إزاي؟ تصنف حسب طريقة انتقال، خلي بالك، الماء والغذاء، يعني المية بتتنقل ازاي جوه النبات والغذاء بيتنقل ازاي جوه النبات، فبنصنفها وبنقسمها حسب كده الى ايه؟ نباتات وعائية ونباتات لا وعائية. النباتات الوعائية هي النباتات التي تحتوي على اوعية بداخلها، وهي نباتات بتكون كبيرة جدا في الحجم، احيانا بيصل طولها الى 60 متر. اما النباتات اللاوعائية فهي بتكون نباتات صغيرة جدا، ما بيزيدش طولها عن 1 سنتيمتر، زي الحزازيات اللي موجودة بالقرب من التربة. طيب لو حبينا نقسم النباتات الوعائية بنقسمها الى قسمين، نباتات بذرية ونباتات لا بذرية. طيب النباتات البذرية زي ما احنا شايفين قدامنا زي ايه؟ يا اما تكون مغطاة البذور لها ازهار وزهرية زي الكوسة والبامية، او لا زهرية معراة البذور زي نبات العرعر ونبات الصنوبر. طبعا النبات الصنوبر بيكون بذوره داخل مخاريط صلبة وجافة. اما بقى النباتات اللي هي اللا بذرية ما بتطلعش بذور. طيب بتتكاثر بايه؟ بتتكاثر بالابواغ، يعني بتكون جراثيم او ابواغ زي الصرخسيات، زي كزبرة البقر. نتكلم مع بعض على اجزاء النباتات المختلفة ووظيفة كل جزء. اللي احنا شايفينه قدامنا ده عبارة عن جزء من جذر، قطاع كده قطعناه من الجذر. احنا عارفين ان الجذور بتمتص الماء والاملاح من التربة وتدفعها الى الساق في النبات. طيب هنشوف تركيب الجذر في النباتات الوعائية بيتكون من كم طبقة؟ 3 طبقات. طبقة اسمها القلنسوة وهي تغطي قمة الجذر، ودي طبقة صلبة قوية بتوفر له الحماية علشان يخترق التربة. وعندي طبقة خارجية اسمها البشرة اللي احنا شايفينها، بيكون ليها شعيرات جذرية تمتص الماء، ويلي البشرة طبقة تسمى القشرة اللي احنا برضو شايفينها على الرسم اللي جوه دي، علشان يخزن فيها النبات الغذاء في الجذر. تقع أوعية النقل في مركز الجذر. طيب نشوف مع بعض كده بقى أنواع الجذور. في عندي جذور هوائية ودي لا تلامس الارض خالص زي كما انت شايف في الصورة كده. اما الجذور الليفية تمتد بس لا تمتد كثيرا في التربة، يعني تمشي مسافة صغيرة في التربة وتقف. اما الوتدية فهي التي تمتد لمسافات بعيدة وعميقة داخل التربة. يبقى كده عرفنا انواع الجذور، ويلا بينا بقى يا شباب نعرف مع بعض كده أهمية الساق. الساق طبعا بتدعم النبات وتحمل الأوراق والأزهار والثمار، دي أول أهمية. أما الأهمية التانية فهي نقل الماء والغذاء من الجذر إلى جميع أجزاء النبات. طيب أنواع الساق إيه؟ في ساق لينة طرية زي نبات الكرفس، وفي ساق خشبية قوية زي النخيل. طيب نظام النقل بقى نوعين، يعني ايه نظام النقل؟ يعني كيف ينتقل الماء والسكر داخل النبات. في عندي اول نظام اللي هو الخشب، والخشب عبارة عن انابيب تقوم بنقل الماء والاملاح بس في اتجاه واحد فقط من الجذر الى الاوراق واجزاء النبات الاخرى، يعني دول ماشيين في اتجاه واحد من تحت لفوق في الخشب زي ما احنا شايفين في الرسم.
طيب والجزء الثاني من أنظمة النقل في النبات هو اللحاء، وده بينقل السكر من الأوراق اللي تمت فيها عملية البناء الضوئي إلى النبات، وطبعا ده بينتقل لأسفل ولأعلى. يفصل بين الخشب واللحاء طبقة اسمها الكامبيوم، اللي هي بتفصل ما بين الخشب واللحاء. ووظيفة الكامبيوم هو انه بيجدد خلايا الخشب وخلايا اللحاء. واخر جزء في حلقتنا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الاوراق. طبعا احنا سبق وعرفنا ان الورقة هي التي يتم فيها عملية البناء الضوئي، حيث تمتص ضوء الشمس او الطاقة الضوئية من خلال مادة الكلوروفيل الخضراء، وتمتص ايضا ثاني اكسيد الكربون من الهواء، ويصل اليها الماء والاملاح من التربة، فتقوم بتصنيع السكريات في الورقة. الاوراق معظمها مسطحة وعريضة، ويوجد في الورقة فتحات صغيرة تسمى الثغور، والذي يتحكم في هذه الثغور في فتحها وغلقها هو الخلايا الحارسة. مثلا لو امتلأت الورقة بالماء فإن الخلايا الحارسة تنتفخ، وعندما تنتفخ تقوم بفتح الثغور ويخرج الماء الزائد في صورة عملية النتح. واحنا عارفين المعادلة بتاعتنا بتاعة تكوين السكر اللي هي ثاني أكسيد الكربون زائد الماء زائد الطاقة بيدينا سكر زائد أكسجين. ونوصل بقى مع بعض لسؤال حلقتنا النهاردة، ما أهم التراكيب الموجودة في النباتات وما وظائفها؟ اكتبوا لي الإجابات في التعليقات وأنا إن شاء الله هرد عليكم في أسرع وقت ممكن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.